مشاهدي الكرام، اهلا بحضراتكم ومرحبا. يوم انقضى، هذه اهم احداثه. تحقيقا لاستقرار الاسعار، رئيس السيسي يواجه بضمان توافر السلع الاساسيه وضبط الاسواق وتشديد الرقابه على منافذ البيع. مع بداية الشهر الكريم، الحكومة تخفف من قيود كورونا للسماح بإقامة الاحتفالات بالقاعات المغلقة ومد مواعيد عمل المحل والمطاعم. عشية انطلاق مفاوضات جديدة، أوكرانيا تطالب الغرب بمزيد من السلاح وروسيا تستهدف مواقع عسكرية بمدينة لفيف في قصف جديد. تفاصيل الأحداث. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين الجهة المعنية لضمان توافر السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم. وفي اجتماع آخر، وجه الرئيس السيسي بمواصلة تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من البترول والغاز الطبيعي، هذا إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة للخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلي. وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان توفر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها، وكذا تعزيز جهود ضبط الأسواق وتجديد الرقابة على منافذ البيع، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم. وقد تم في هذا الإطار عرض أهم الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة التجارة الخارجية للسلع الأساسية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على التأثير الإيجابي لهذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار في متوسط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. الاجتماع تناول متابعة أنشطة قطاع البترول على مستوى الجمهورية، خاصة في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعي. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من البترول والغاز الطبيعي، وكذلك الانتهاء من مختلف المشروعات الصناعية في قطاع البترول بهدف الحد من الاستيراد وتوفير المنتجات البترولية عالية الجودة، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلي في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية. وقد عرض المهندس طارق الملا في هذا الإطار مستجدات أنشطة الاستكشاف والإنتاج في البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية، فضلا عن تطورات التعاون الإقليمي في ملف الطاقة ومستجدات جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز الطبيعي. كما استعرض السيد وزير البترول تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلي والحد من الفجوة الاستيرادية والمساهمة في جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، خاصة مصنع إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول الذي يهدف إلى إنشاء وحدة لإنتاج الأسفلت بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن أسفلت في اليوم، فضلا عن مشروع توسعات مصفات تكرير ميدور الذي يسعى إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية عالية الجودة بزيادة طاقة التكرير الحالية من 100 إلى 160 ألف برميل يوميا
عن طريق إضافة 5 وحدات جديدة والتوسع في بعض الوحدات القائمة، إلى جانب مشروع مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، الذي يستهدف إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل أسيوط كمادة تغذية لتغطية احتياجات الصعيد، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF بمحافظة البحيرة، والذي يهدف إلى إنتاج الألواح الخشبية من خلال استخدام 250 ألف طن سنويا من قش الأرز كمادة خام رئيسية للمشروع، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على البيئة والقضاء على التلوث الذي كان ينتج عن عملية حرق قش الأرز. وافقت لجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس كورونا، وخلال اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تمت الموافقة على أداء درس العصر وصلاة التراويح بالمساجد الكبرى وفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد وإقامة موائد الرحمن، كما تمت الموافقة على مد مواعيد غلق المحل والمطاعم والمقاهي وغيرها خلال شهر رمضان المبارك حتى 2 صباحا، على أن يصدر وزراء السياحة والأثار والتنمية المحلية القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن، كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق بداية من شهر أبريل المقبل. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة لمساندة قطاع السياحة وتقليل تداعيات أزمة جائحة كورونا. جاء ذلك خلال لقائه وزير السياحة والآثار دكتور خالد العناني لمتابعة موقف الحركات السياحية الوافدة إلى مصر ومقترحات تنشيطها خلال الفترة المقبلة، حيث عرض العناني أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة خاصة عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفالية مسابقة الابتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوي، وقد حرص وزير الدفاع خلال لقائه طلاب وأعضاء هيئة تدريس كليتي الدفاع الجوي والكلية البحرية على إدارة حوار بشأن مختلف التحديات التي تواجه الدولة، حيث أشاد بما لمسه من فهم واع لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات كذلك تأثيرها على أمن مصر القومية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفالية مسابقة الابتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوي، والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية المختلفة على مستوى الطلبة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة. بدأت مراسم الاحتفالية بكلمة الفريق محمد حجازي عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوي، التي أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتشجيع الابتكارات العلمية مما يسهم في مواكبة التطور العلمي المتلاحق. عقبها عرض فيلم تسجيلي عن كلية الدفاع الجوي وما تحتويه من منشآت إدارية ودراسية ووسائل تدريبية متطورة تساهم في إعداد طالب دفاع جوي يتميز بالاحترافية في تنفيذ المهام التي يكلف بها. كما استعرض مدير كلية الدفاع الجوي ملامح عملية التطوير والتحديث التي تتم بالكلية بما يتماشى مع منظومة التطوير الذي يشهده سلاح الدفاع الجوي، وبما يسهم في توفير المناخ الملائم لضخ أجيال جديدة من طلبة الدفاع الجوي متسلحين بالعلم والمعرفة. تلا ذلك عرض نتيجة مسابقة الابتكارات العلمية وتكريم الفائزين الذين تمكنوا من تقديم أفضل نماذج للابتكارات العلمية وفقا للمعايير والأسس التي نظمت بها المسابقة. كما قام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على معرض الابتكارات العلمية مشيدا بالمستوى المتميز لمختلف الابتكارات التي عرضت والتي تعظم من أوجه الاستفادة العلمية للتطور العلمي المتسارع بكافة المجالات. وفي سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكي بطلبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الدفاع الجوي والكلية البحرية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة
على متابعة سير العمليات التعليمية والتواصل الدوري مع طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، بما يهدف إلى توحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات. ونقل القائد العام تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لبناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسؤولية لصون الوطن وحماية مقدساته، مؤكدا على أن الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها بما يملكونه من إرادة قوية وعزيمة وإصرار على تحدي الصعاب. وأدار القائد العام حوارا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي محليا وإقليميا ودوليا، وأشاد بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومي المصري، كما طلبهم بمداومة الاطلاع على العلم والاستفادة من التطور التكنولوجي المتسارع في كافة المجالات بما يخدم الوطن طبقا لمتطلبات المرحلة. قامت عناصر حرس الحدود بتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة. الحملة أسفرت عن اكتشاف وتدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر، فضلا عن تضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء. استمرارا لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء، قامت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة، حيث نجحت الحملة من اكتشاف وتدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر. بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظرا لطبيعتها الجغرافية، وقد أسفرت الحملة عن توجيه عدة ضربات ناجحة، حيث تم ضبط 54 طنا من نبات البانجو الجاف و280 كيلوغراما من بذور البانجو و245 كيلوغراما من بذور الخشخاش و114 طنا من بودرة البانجو و17 طنا من الهيدرو الجاف و400 كيلوغرام من بودرة الحشيش و481 فرشا للحشيش و306 كيلوغرامات من الحشيش المفروم و50 كيلوغراما من بذور الهيدرو المخدر و10 مصانع للحشيش بمشتملاته ومكبسين للحشيش و29 زجاجة من مادة الكتامين المخدرة، كما تم العثور على رشاش كلاشينكوف وبندقية آلية و1800 من الذخائر مختلفة الأعيرة. هذا وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها لتأمين الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري. أعلن الجيش الروسي إسقاط 18 طائرة أوكرانية دون طيار الليلة الماضية، وكشف الجيش الروسي عن تدمير مستودع أنظمة للصواريخ المضادة لطائرات من طراز اس 300 وبوك في قرية على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب كييف بأسلحة بحرية عالية الدقة بعيدة المدى.
تطورات متسارعة تشهدها الأزمة الروسية الأوكرانية على أكثر من صعيد وسط إعلانات متبادلة عن وقوع خسائر وقلق عالمي متزايد. عسكريا، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية إيغور كوناشينكوف أن المرحلة الأولى من العملية حققت أهدافا رئيسية وقلصت القدرات القتالية للقوات الأوكرانية بشكل كبير، مضيفا أن القوات الروسية قصفت أهدافا عسكرية في مدينة ليفيف بغرب أوكرانيا بصواريخ كروز عالية الدقة، كما استهدفت مستودعا للوقود تستخدمه القوات الأوكرانية، واستخدمت صواريخ كروز في ضرب منشأة مدنية تستخدم في إصلاح الأنظمة المضادة للطائرات ومحطات ورادارات. في المقابل، تحدثت أوكرانيا عن خسائر أكثر فداحة في صفوف الجيش الروسي الذي يحاول تطويق قوتها شرقي البلاد. تزامن ذلك مع تقرير لهيئة الأركان الأوكرانية يؤكد أن القوات الروسية تتجه إلى بيلاروسيا لإعادة تنظيم صفوفها عقب تكبدها خسائر فادحة. وأمام استمرار العملية العسكرية، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الدول الغربية على منح بلاده مزيدا من العتاد لصد القوات الروسية، مؤكدا أن بلاده تدافع عن نفسها ودول أوروبا الشرقية المهددة بغزو روسيا. بعيدا عن ساحات المعارك، أعلن زعيم منطقة لوغانسك الانفصالية في أوكرانيا ليونيد باسينشك أن الإقليم قد يشهد استفتاء على الانضمام إلى روسيا، وهو ما تعتبره أوكرانيا إجراء غير قانوني يعمق الأزمة. في غضون ذلك، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في مقابلة مع وسائل إعلام روسية أن قضية حياد أوكرانيا التي تشدد عليها روسيا تتم دراستها بعمق، يأتي ذلك في وقت قال فيه المفاوض الأوكراني ديفيد أرخاميا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجولة المقبلة من المفاوضات مع روسيا والتي تستضيفها ستعقد خلال الأيام القلائل المقبلة. على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه سيكون هناك ذنب جماعي إذا لم يتم تقديم أي شيء لمساعدة المدنيين في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تحاصرها القوات الروسية. وخلال مؤتمر حواري في الدوحة، دعا لودريان إلى مواصلة الحديث مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى يدرك الثمن المرتفع جدا لعمليته العسكرية في أوكرانيا ويقبل بالتفاوض. أعلنت الأمم المتحدة مقتل 1119 مدنيا وإصابة 1790 حتى الآن منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه كان من بين القتلى نحو 15 فتاة و32 صبيا إضافة إلى 52 طفلة، مضيفا أنه من المتوقع أن تكون الأرقام الحقيقية للضحايا أعلى بكثير. كما أوضحت مصادر بالأمم المتحدة أن معظم المدنيين الذين تم تسجيلهم كانوا ضحايا أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع نطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الفوهات والهجمات الصاروخية والجوية. مشاهدي الكرام، أحداث ليلة ما يزال فيها المزيد ونتابع فيها. من القدس المحتلة، بلينكن يتعهد بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. والمبعوث الأوروبي يبحث في طهران إحياء الاتفاق. تحية مجددة. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الياباني يوشي مياسا هياشي العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن آخر التطورات الإقليمية والدولية. وقال أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية أنه تم خلال الاتصال عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة التباحث حول سبل مواصلة الدفع قدما بالعلاقة الثنائية التي تربط مصر باليابان على مختلف الأصعدة، خاصة في مجالات الثقافة والاستثمار والتجارة، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده وإسرائيل ملتزمتان بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي رغم خلافهما بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران. بلينكن أضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد في القدس المحتلة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد أن العودة إلى تنفيذ الاتفاق بالكامل هي أفضل الطرق لإعادة تقييد برنامج إيران النووي. أما من جانبه فحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت الولايات المتحدة على الاستجابة لدعوات عدم رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية. وقال بنت في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إسرائيل يساورها القلق بشأن نية شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب. قال المبعوث الأمريكي لإيران على صعيد آخر روبرت مالي إنه ليس واثقا من أن الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران وشيك، كما استبعد في حديثه أمام إحدى المناظرات أن عقوبات بلاده على الحرس الثوري الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي. يأتي ذلك في وقت يجري فيه مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريك مورا مباحثات مع المسؤولين في طهران وسط أمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية. وبحث مورا في طهران آخر التطورات بشأن الاتفاق النووي، حيث أكد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري أن إيران تعتقد أن الاتفاق بات وشيكا إذا تحلت الولايات المتحدة بالواقعية في مطالبها. إلى ملف كورونا والتطورات العالمية تحديدا. ويعود الفيروس إلى موطنه الأصلي الصين التي تعلن عن تسجيل أعداد قياسية جديدة لحالات الإصابة بكوفيد-19 في مدينة شنغهاي، في حين تواجه المدينة الصينية عامة موجة تفشي مستمرة منذ شهر، ويعاني السكان من الفحوص التي لا تنتهي وإجراءات الإغلاق في أماكن معينة. وعلى درب الصين تسير كوريا الجنوبية بإعلانها إصابة ما يقرب من 320 ألف شخص ووفاة ما يقرب من 300 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. نفس الزيادة تشهد اليابان بتسجيلها 18446 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 39 حالة وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية. أما ألمانيا فقد أعلنت عن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا ليصلوا إلى 20 مليون والوفيات إلى ما يقرب من 129 ألفا منذ ظهور الفيروس. وإيطاليا أيضا أعلنت عن زيادة أعداد المصابين وانخفاض الوفيات مع قدوم موسم الربيع وتلقي معظم المواطنين الجرعات الملزمة من اللقاحات. زيادة الإصابات بفيروس كورونا تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من الدول من بينهم أستراليا والولايات المتحدة والفلبين وفنلندا عن اعتزامهم طرح الجرعات الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بنهاية شهر إبريل المقبل. مشاهدي الكرام، أحداث الليلة لم تنتهي بعد، فسنتابع بعد قليل من أخبار الرياضة. المنتخب الوطني يؤدي مرانه الوحيد في دكار اليوم استعدادا لمواجهة السنغال بتصفيات المونديال. إلى الصحافة الأهرام، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بمواصلة تطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة المثلى من موارد مصر من البترول والغاز. الدستور وزارة التضامن الاجتماعي تعلن أن 2,100,000 شخص يستفيدون من الدعم النقدي لبرنامج تكافل. الوفد اليوم وزير الزراعة يفتتح معرض خير مزارعنا لأهالينا بحديقة الأورمان بالجيزة. الأخبار تقول وزارة القوى العاملة تتلقى طلبات التدريب المجاني لشباب الخريجين على 3 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة والفنون الجميلة والتطبيقية والكليات والمعاهد الفنية. أما الوطن
فقالت وزارة التربية والتعليم تؤكد على عقد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل في 7 مايو المقبل بدون تعديل. الدكتور طارق شوقي يقول السبت المقبل عقد الامتحانات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي. أما الجمهورية فكتبت وزارة الصحة والسكان تطلق الحملة المجانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى الجمهورية. تحياتي لزميلة رانيا محمود. أما عن أنباء حالة الطقس، فيسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل شمالا مائل للحرارة على جنوب سيناء. نتعرف الآن على بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله. انتهت أحداث ليلى، كل أمنياتي بالصحة والسعادة وراحة البال إن شاء الله. تصبحون على ألف خير.